أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك دعم الحكومة اليمنية لأي فرصة لتمديد الهدنة وتوسيعها إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن. وقال بن مبارك خلال لقاء مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الحكومة اليمنية تقف مع أي إجراءات تقود إلى تخفيف معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. ومن جانبه أكد الصفدي دعم بلاده للهدنة في اليمن مشددا على ضرورة فتح الطرق إلى تعز.